تعرف على الأبراج الهوائية، صفاتها وتوافقها مع بعضها البعض ومع الآخرين في الحب. تندرج أبراج الجوزاء والميزان والدلو تحت خانة العنصر الهوائي الذي يتميز بكونه متقلب ولديه ازدواجية عجيبة. طبيعة الهواء تجعل من أصحابه يكرهون التقييد، ولديهم السرعة اللازمة ليصبحوا فاعلين ومفكرين. فما هي سمات الأبراج الهوائية؟ وما هو التوافق بينها وبين الأبراج الأخرى وبين بعضها البعض؟ ابقى معي حتى نهاية الفيديو لتعرف كل التفاصيل. إن فهم مواليد الأبراج الهوائية يعد من أصعب الأمور، فهم غريبو الأطوار بالنسبة للطرف الآخر، ومن الصعوبة إدراك ما يريدونه وما يفكرون به. شخصياتهم منطلقة في الحياة ولا يمكن تقييدهم، وإلا سيخرجون عن طورهم. يمتازون بكونهم أذكياء بالفطرة، ولديهم دافع كبير للتعرف على كل شيء وتكوين خزينة فكرية ومعرفية. إنهم أشخاص اجتماعيون، يميلون دوما إلى التعرف على أشخاص جدد وتوسيع دائرة علاقاتهم مع الآخرين. يصبحون أفضل بين الناس ويشعرون بالكثير من الحماسة والسعادة عند الدخول مع الغير في نقاشات وحوارات حول مواضيع مختلفة وهادفة، ويحاولون التأثير في الآخرين نحو الأفضل. يتميزون أيضا بطبعهم الفضولي وعشقهم لمعرفة كل شيء والاطلاع على أدق التفاصيل في مختلف الأمور، وتستهويهم فكرة الظهور بين الناس وتحقيق الشهرة، لكن في الوقت نفسه يقدسون الحرية والاستقلالية، ويفضلون عيش حياتهم كما يحلو لهم، فلا يمكنهم تحمل سيطرة الغير عليهم أو إجبارهم على الحياة وفق نمط محدد. مواليد الأبراج الهوائية هذه يتربعون على عرش المزاج المتقلب، فهم يتحولون فجأة من حال إلى حال كما نسمات الهواء، فتارة يكونون هادئين وبدون سابق إنذار يتحولون إلى الصخب. لذلك هم لا يحبون الروتين ويملون بسرعة كبيرة من الأمور المتكررة، وتؤثر حالتهم هذه على من حولهم، فيمكن أن يكون تأثيرهم في غاية الإيجابية في بعض الأحيان ويتحول إلى سلبي في أحيان أخرى. مزاجيتهم الشديدة هذه تجعلهم يبدون سطحيين في بعض الأوقات، كما إنهم يتصفون بالتردد، فلا يكملون جميع الأعمال التي يبدأون بها، لكن في ذات الوقت هم يستطيعون أن يتخذوا قرارات بدلا من الانفعال عند وقوعهم في مواقف محددة، لأنهم يفكرون بشكل نقدي ويتخذون خطوات تتمتع بالمنطقية، بينما تجبرهم طبيعتهم الهوائية على التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين ضمن مواقف أخرى. كثيرا ما يبدع أصحاب هذا البرج في العمل، إنهم يميلون إلى تلك الوظائف التي تحتاج إلى روح الجماعة، كونهم شخصيات طموحة ولا يخافون من تجربة الأشياء الجديدة، بل يندفعون إليها لمحاولة كسب المزيد من الخبرات والمعلومات. هم من محبي الرياضة والسفر، ويحترمون آراء الغير، ويتواضعون إلى حد بعيد، ويبتعدون عن كل ما له علاقة بالمشاجرات والمشاحنات. الأبراج الهوائية تمتلك قدرة على إخفاء ما تخطط له وما تسعى إليه، وبشكل خاص فيما يتعلق بأمورها العملية. من الناحية العاطفية، مواليد الأبراج الهوائية هذه تتمتع بقدر كبير من العاطفة والرومانسية، وعندما تنبض قلوبهم فإنهم يسعون بكافة السبل إلى إسعاد الشريك، كما ويفضلون الدخول في علاقات حماسية ومثيرة. إنهم يبحثون دوما عن الحب الاستثنائي، ويكرهون العلاقات الباردة، ويطلبون الاهتمام الشديد بشكل دائم من الشريك. بعد الزواج يميلون إلى الحفاظ على العائلة، فهي أساس لتفكيرهم ولها مكانة خاصة في عقولهم وقلوبهم. العلاقة بين برجين هوائيين تكون على أعلى درجات التفاهم، إذ يمكن لكل منهما فهم الآخر من رمشة عين. ففي حال قدرتهما على جذب بعضهما البعض عاطفيا، فهما يستطيعان الانسجام إلى أبعد الحدود، ويمضيان الكثير من الوقت مع بعضهما البعض ليتحدثا في مختلف جوانب الحياة. تشكل الأبراج النارية الشريك الأمثل للأبراج الهوائية، فالنار يمكنها زيادة قوة وتأثير الهواء، بينما الهواء يجعل النار أضخم وأقوى، ولذلك
فإن هذه العلاقة هي الأفضل للطرفين على حد سواء. العلاقة بين الأبراج الهوائية والترابية ليست أفضل ما يمكن، لكنها ربما تصبح جيدة في حال استطاع الطرفان صنع علاقة متوازنة بدون سيطرة أحدهما على الآخر، لأن زيادة التراب بالنسبة للهواء تسبب الاختناق. العلاقة بين الأبراج الهوائية والمائية من أقل العلاقات نجاحاً، فهما مختلفان كل الاختلاف عن بعضهما البعض، ولا يتفقان حتى على أبسط الأمور، فقد يبقيان مع بعضهما طول مدة العلاقة بدون أن يفهما بعضهما البعض، لهذا تكون العلاقة محبطة لأحد الطرفين أو للإثنين معا. الجوزاء هو البرج الأول الذي يمثل عنصر الهواء، ولديه الكثير من النشاط، ويستطيع التأقلم بسرعة كبيرة مع الظروف المحيطة به، كما إنه فضولي ويحب تجربة كل شيء. شخصيته جذابة وكلامه لبق ولديه ذكاء شديد، وهو شخص عفوي وممتع لكنه متقلب المشاعر، هذا ما يجعل الآخرين يجدون صعوبة في التأقلم معه عاطفيا. إن العلاقة بين برج الجوزاء والميزان ناجحة إلى أبعد مدى، فهما متوافقان في كم كبير من الصفات، ويمكنهما بناء الكثير من التفاهم، وخصوصا أنهما يحبان القليل من الحرية ويتركان ذلك لبعضهما البعض، لكن العيب الأبرز في علاقتهما أنهما ضعيفان في اتخاذ القرارات وخصوصا في الوقت اللازم، وهذا يتطلب منهما العمل على أسس واضحة للمستقبل من أجل تجنب المشاكل. برج الميزان منفتح بشكل كبير ويحترم الآخر ويتعاطف معه ولا يبخل في أي شيء يمكنه المساعدة فيه، كما إنه شخص مرتب وأنيق، وهو من أكثر الأبراج إخلاصا، لكنه يتعامل بمشاعره أكثر من عقله عاطفيا، على الرغم من كونه على النقيض تماما من ذلك في حياته العملية. تكون العلاقة بين الميزان والدلو مثيرة وممتعة، ويغمرها الكثير من الحب والتفاهم، وغالبا ما تبدأ علاقتهما كصداقة ثم تتطور إلى حب جياش المشاعر، لهذا فهما يكونان علاقة متينة لا يمكن كسرها بسهولة، وتبقى من أقوى وأنجح العلاقات بعد الزواج، إنهما قادران على تجاوز مختلف الصعوبات مع بعضهما البعض. برج الدلو صادق مع نفسه ومع الغير، ولديه الكثير من الود والاحترام، إنه كريم إلى أقصى درجة مع العائلة والأصدقاء المقربين، ويمتلك قدرات فكرية عالية لكنه عصبي بشكل مفرط. هو عفوي إلى حد كبير، وشخصيته رومانسية ومحبة، ولديه سحر وجاذبية تجعل الآخرين يقعون في غرامه. إنه بطبعه الهوائي هذا يجمع ما بين الحب والخيال والواقعية، ما يجعله فريدا. يستطيع الدلو إيجاد جميع ما يرغب فيه في برج الجوزاء، لهذا فإن علاقتهما متميزة، فهما يبادلان بعضهما البعض المشاعر، ويتقاسمان حب المغامرة وكره الروتين، ويستطيعان التخطيط بدقة لكل ما يريدان القيام به، وأكثر ما يميزهما ويجعل العلاقة بينهما أفضل هو التفاؤل الذي يملأهما، والذي يستطيعان بفضله تجاوز كافة العقبات التي تعترض طريقهما. هذا كان كل شيء عن الأبراج الهوائية. أتمنى أن يكون المحتوى نال رضاكم، وأراكم في فيديوهات لاحقة. اكتبوا لي برجكم في التعليقات. إلى اللقاء.